زي ما الاهلي بيعمل من سنين على فكره بامكانيات اقل كتير. لكن هنا الفارق الوحيد لما باجي اتكلم على الاهلي هي فكره الجماهيريه، فكره الشعبيه اللي مش موجوده مثلا عند اي نادي في السعوديه. يعني احنا الخلاف في الاهلي على حجم الشعبيه والجماهيريه، الخلاف بس على حجم الشعبيه والجماهيريه، في ناس ممكن تقول لك 60 مليون، في ناس تقول لك 70 80، في ناس ممكن توصل ل 90 مليون مشجع اهلاوي. يعني الخلاف بين الاهلاويه بينهم وبين بعض على حجم الجماهيريه يخش له في 20 30 مليون، اللي هو حجم جماهير الكره في السعوديه كلها. الشعبيه والجماهيريه دي بالتاكيد تصنع الفارق. ففي حاجات كتير جدا لا يجوز فيها المقارنه. طيب على كل الاحوال هنتكلم على البطوله في النسخه الجديده، بطولتنا بطوله الدوري المصري اللي قدمت وصدرت للعالم كله طبعا اسماء كبيره، ودي واحده من اهم مميزات الدوري المصري اللي يمكن تكون مش موجوده في دوريات كتيره جدا في المنطقه العربيه وفي افريقيا، او بلاش افريقيا، افريقيا قدمت اسماء كتيره برضه، لكن على خلينا نقول على مستوى المنطقه العربيه، عبد الستار صبري، حازم امام، حسام غالي، عمرو زكي، احمد حسام ميدو، محمد زيدان، احمد حسن، وصولا بقى يعني والقائمه تطول، هاني رمزي، ياسر رضوان، سمير كمونه، يا قائمه تطول من اسماء التجارب الناجحه، محمد عماره، مش عايز انسى حد بصراحه، لعيبه كتير جدا لعبت في اوروبا، واحمد حسام ميدو، وصولا لصلاح والنني طبعا، والجيل الجديد من المصريين الموجودين النهارده بنتكلم على اسمه عمر خضر، اعتقد عمر خضر راح واستهام، واحد لاعب مصري انا ما شفتوش بس كل الناس بتشيد جدا بامكانياته، النهارده بالفعل عمل فتره معايشه وانتقل بالفعل لويست هام يونايتد. فقدرتك ايضا على انك انت تطلع او تستفيد بفكره انه البطوله المحليه تقدر تفرز عناصر تسافر بره وتنجح بره وتكتب قصص نجاح تفيد الكره المصريه والمنتخب المصري، دي برضو واحده من الحاجات اللي لازم تتاخد في الاعتبار. طب نروح لاخبارنا. واحد طبعا انا قلت لكم انه اغلب لعيبه الاهلي او كل لعيبه الاهلي ان شاء الله مع العوده للتدريبات يوم 24 وبدايه فتره الاعداد هيبقوا ان شاء الله باذن كل لعيبه النادي الاهلي، كل لعيبتي بلا استثناء، باستثناء لاعب واحد بس هو خالد عبد الفتاح اللي هيعود لتدريبات الاهلي في شهر نوفمبر اللي جاي، وطبعا الجهاز الفني الجهاز الطبي بيسعى انه يجهز خالد عبد الفتاح عشان يقدر يعود بدري للتدريبات الجماعيه، واحد من اللعيبه اللي مثلت اضافه، واحد من اللعيبه الجواكر، وان شاء الله باذن الله يرجع بالسلامه.